هيكل عنا إلى صائمنا عنا وإلكم هيكل عنا الله أكبر. السلام عليكم. طبعا اليوم الأقصى والقدس حزينة بسبب المستوطنين اليمين المتطرف اللي هم نفسهم اللي بيعتدوا على إخواننا بالضفة الغربية اللي بسموهم تعون التلال، هم اللي بيقتحموا بالأقصى، هم كانوا بيعجبوا علينا، هم اللي بيعتدوا على الصحفيين وعلى المارة من المسلمين والشباب والبنات. هناك إبعاد لأعداد كبيرة من المسلمين من ساحات المسجد الأقصى بهذه الأثناء، بمنعوا الدخول خاصة إخواننا الداخل، إخواننا من الضفة الغربية، وزي ما احنا شايفين في الواد باب القطنين بيحاولوا يقيموا صلواتهم في ساحة سوق القطنين، بمنعونا ندخل من الأبواب وبيعتدوا علينا، حاولوا عدة مرات يعتدوا علي ويضربوني. إلا أنه أنا بقول الأقصى إنا ما لهم هيكل عنا، والقدس عربية فلسطينية، شاء من شاء ومن أبى. بس رسالتنا للأمة الإسلامية والعربية، كفانا مؤتمرات، كفانا انتقاد استنكارات، مطلوب منكم تحرك عربي اسلامي من اجل الحفاظ على المسجد الاقصى، لان اللي صار اليوم وضع صعب، خاصه بعد ما اخرجوا مجموعه من باب السباط، وخاصه انه كمان كانت من قيادات حكومه الاحتلال بن كبير وزراء دخلوا المسجد الاقصى. فبقول للامه العربيه والاسلاميه وللوسطاء اللي دخلوا بالسابق انه وين كلامكم وين عهداتكم.